مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا سكرين شوت. طبعا عودناكم ان احنا دايما برنامجنا بيكون متعود على ما هو جديد واللي موجود في المجتمع، واللي دايما بنحاول نحط يعني نحط انظارنا عليه. طبعا هو موضوعنا المتكرر معروف في كل انحاء البلد، اللي هو موضوع كورونا. نظرا للاتصالات ونظرا للمكالمات الكتير اللي جت لنا بخصوص موضوع كورونا والاستفسارات اللي حصلت، فطبعا يسعدنا النهارده ان احنا نكمل الحلقه اللي فاتت مع الدكتور والمخرج باسم عبد الرؤوف. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. يسعدنا النهارده ان احنا نكمل مع حضرتك الحلقه اللي فاتت. طبعا كثره الاتصالات وكثره الاسئله على موضوع كورونا، وفي كتير حابين يستفسروا من بعض الموضوعات، واهمها موضوع الحظر اللي اتفرض على المجتمع المصري ككل، رغم ان في ناس الى حد ما مبسوطه من الحظر، وفي ناس معترضه، مش اعتراض يعني، هي ليها بعض الاسئله واختلافات بقى، يعني بقى في اسئله عايزين نعرف الحظر ده مدته، طب فتره الحظر الصبح، طب ما بتبقى من الستة من 6 الصبح للساعه 7، طب دي فتره حظر، دي مش حظر، طب من 7 اللي بالليل ده حظر، يعني هل كورونا متواجده ما بين الفتره دي والفتره دي لا، او العكس صحيح؟ فالسؤال ده محير ناس كتير، يعني يا اما حظر شامل يا اما ما فيش، يعني الكورونا متواجده في اي فتره بالظبط من الفترات ديت؟ يعني عشان احنا فرضنا حظر من 7 ل 6 الصبح، هل ان احنا نقعد نلتزم بيوتنا، هي الفتره دي هي فتره كورونا، ولا كورونا موجوده طول اليوم بس في بقى اختلاف، او في شيء غامض احنا عايزين نعرفه من حضرتك عشان يدونا الفتره دي ما بدل الفتره دي؟ لا بصي، هو مفيش شيء غامض. احنا الدوله اصلا، يعني انا كنت شايف ان الدوله ما كانتش عايزه تعمل حظر، وكانت الدولة بتناشد الشعب المصري على أساس إن هو يكون عنده التوعية أكتر ويخاف أكتر من كده، أو يتفهم حجم المسؤولية. لكن الدولة أصلا أسباب الحظر هو جه بسبب، من ضمن الأسباب يعني. يعني إحنا طبعا سمعنا ما حدث في اسكندرية، وسمعنا ما حدث في موضوع إن إحنا نقول الله أكبر، أو الناس تقول الله أكبر. أيوة. ده كان شيء جميل من خلال البلكونة، ذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب طبعا. تمام. لكن كون إن يبقى في دعوة من الـ 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 الناس اللي عندها عداء للبلد، أو بتكن ضغينة للبلد، او احنا طبعا فاهمين، انا مش هقول، ولكن الرسائل اللي انا بقولها اكيد مفهومه يعني. أيوة. هي جماعه عملت ده وخدت الموضوع، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك عاقله وتوكل. يعني ايه تاخد الناس وتمشي بقى في الشارع وتقول جواز على تريس مفؤاده باطل؟ لا طبعا الكلام مش. وتقول الله اكبر الله اكبر، طبعا كلنا بنقول الله اكبر، انت مش محتاج ان انت تنزل وتعمل ناس تجمعات. طب ما الناس، انت كده بقت الناس جنب الناس، ما هو لو واحد مصاب هيضر الكل. نيجي بقى نتكلم على معايير الدولة. اكيد معايير الدولة، او الدولة حطت موضوع الحظر بمعايير، اذا كان ابتدت من 7 بالليل ل 6 الصبح. أيوه. ابتدينا تدريجيا احنا نقول المحلات عشان الناس والتجمع ما ينزلش، يمكن المناخ اللي هو المناخ الرطب بينشط اكتر مع الفيروس بتاع الكورونا. تمام. ده طبعا اللي هيقوله بعض من المتخصصين من الدكاتره. في نفس الوقت الجو بالنهار، احنا سمعنا ان السخونه او الجو بالنهار او الجو الدافئ هو بيقللها، يعني بيأثر على الكورونا. يعني هو الحظر الفتره اللي هي بالليل دي من 7 ل 2 بيبقى فيه رطوبه، فدي بتنشط موضوع كورونا، عشان كده يعني الحكومه وفرت الحظر ده في الفتره ديت. اكيد هي هي الموضوع مش مجرد الحكومه مش عايزه تعمل حظر، او انت واخد بالك، بدليل ان احنا ما خدناش حظر الا في وقت متاخر، مش أيوه. مش وقت سريع. تمام. ولكن احنا طلعنا ردينا ان لقينا صفحات الجماعات اللي هم الاخوان والسيد معتز قطر. تمام. يعني احنا فاهمين الناس دي وفاهمين دماغها فيها ايه، وعايزين البلد تنقلب، وعايزين يبقى في ناس عندها رعب وتزعزع بينها وبين القيادة في مصر. انا يعني الكلام ده لما قالوا
ينزلوا ويقولوا الله اكبر او في البيوت مره واحده الناس نزلت. هو كان جانب ديني من جواهم يعني بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى يعني. ديكي انت ممكن تبقى وزع ديني في بيتك. يعني هو الكل بيقول يعني يا رب انجدنا من اللي احنا فيه زي ما بس بيقول بس احنا يعني. احنا ما حدش اعترض يعني حتى الدوله ما خدتش اي استعداد في حته ان انت قلت انا هقعد في البلكونه واقول الله اكبر. ايوه تمام وكان الشكل جميل والشكل مفرح وحاجه جميله حاجه جميله حاجه جميله ان احنا نشوف الناس في الجامع الناس بتتجمع بذكر الله بذكر الله طبعا تمام لكن يعني كان الموقف مش كان موقف صعب يعني هو طيب هسأل حضرتك سؤال وقانون الحظر ده اللي طرأ يعني للبلد هل كان صالح للمواطن ولا ضد طبعا اكيد من ناحيه حاجه إيه يعني هو صالح ولكن يعني في ناس مش متعوده على الحظر على الحظر وخصوصا ان الحظر بطوارئ يعني بيطبق قانون الطوارئ تمام هو صالح للمواطن وفي نفس الوقت احنا بس عايزين نوصل رساله ان 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 في في ماده في القانون اللي هي ماده رقم 1 تقريبا ان الـ الـ ان الضابط هو اللي هيبقى في الوقت ده هو المسؤول عن الموضوع ده يعني هو المسؤول في الحته دي يتفهم موقف اذا كان واحد كسر الحظر يعني هو الفكره كلها هي القاعده العامه لو واحد رجع من شغله متاخر او حصل ظرف لازم يقتنع لازم احيانا بتحصل ظرف دكتور ان مثلا في ظروف طارئه اتعدى الوقت المحدد للحظر يعني فاحيانا الظباط يعني ممكن ما يلتمسوش العذر لبعض الناس يعني فبتحصل ضربات كتير وحصل طبعا حضرتك عارف ان حصلت بعض الضربات لبعض الناس فيعني احنا بنلتمس برضو من الحكومه انها تراعي برضو احيانا بيبقى في اشغال وقت خلصت شغلك في الفتره دي وما عندكش استعداد ان انت تقعد في المكان ده لحد تاني يوم الصبح مضطر انت ترجع بس احنا مش طب نعمل احنا مش ايه احنا طب ما احنا ايام الثوره ما كان في حظر تمام تمام لكن ما كانش عندي قاعده عامه يعني انت النهارده بتسيطري على منطقه في حظر ما فيش مشكله فيها لكن ده موضوع منتشر ده موضوع بينتقل ده موضوع يعني موضوع بيضر يعني هو الضابط اللي موجود ده ما هو بيقوم بدوره وخايف عليك على فكره وخايف عليك طب ما هو اللي راجع من شغله برضه قايم بدوره واخد بال حضرتك يعني ما هو اللي راجع من شغله ده قايم بدور برضه ما احنا بنحاول فاحنا بنحاول ايه يعني يبقى في احنا مش بنقول معنى ذلك ان العمليه تبقى سايبه لا يعني هنقول في احيانا بعض يعني استثناءات يعني الناس بيبقى ليها استثناء تعدى ميعادهم لمجرد ربع ساعه 10 دقائق فاحيانا بيتعرضوا بقى لمتاهات يعني انت برضو حتى لو بتشرح للضابط او الجندي الجنود المجهولين اللي موجودين في ومعرضين حياتهم للخطر تمام. ما هو ده برضو بيتعامل بكونتاكت مباشر ما هو ده انت بتوصله مرحله انه يبقى فيه كونتاكت ما انت لو حامل الفيروس ما هتعمل له مشكله طب ما هيرجع لبيته ما برضه في حاجات هو خوف عام يعني لازم كلنا نقدر الحته دي خوف عام إن, ان 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 انت برضه حتى صيغه انت مش عارف انا ابن مين او ان انا مش عارف انا لا هو لازم هيكون اسلوب كويس طبعا ايوه نختار الاسلوب الصح فهو هيطبق لو هو يطبق عليك القانون هيطبق عليك القانون هو واقف في الشارع برضه متعرض للخطر ما هو في جنود جنبه وفي زملاء جنبه وفي احنا لازم نحترم ال- 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 القياده السياسيه او وزاره الداخليه او يعني طبعا هقول لحضرتك حاجه ايه علاقه الدب ده لما النهارده يخش حاله ويبتدوا يمسكوا في ممرضه ويكسروا لها دراعها طبعا هنعرف طبعا بعد ما ناخد بس فاصل دقيقه واحده اتفضل نرجع تاني اتفضل استنونا يا جماعه بعد الفاصل رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل ونكمل حديثنا مع الدكتور باسم دكتور عايزين نسال سؤال حضرتك يعني ما هي المشاكل اللي بتواجه الحكومه في الوقت الحالي بالنسبه لموضوع الحظر يعني بصي هي مشاكل بديهيه يعني مشاكل المفروض ان هي معروفه ان الالتزام بالقواعد اللي بتحطها مؤسسات الدوله سواء وزاره الصحه سواء اي اجهزه الاجهزه كلها على فكره اللي انت حضرتك ما تعرفوش شغاله على موضوع كورونا بتطهر بتعقم بتعمل الوقت اللي انت بتبقى قاعد فيه في البيت في حاجات بتترش في حاجات بامر مباشر من السيد الرئيس الوزراء بيتحركوا انا يعني انا هقول لحضرتك حاجه انا من 3 ايام او اول امبارح مدير الامن واقف في الشارع في الحظر يعني هو ازاي احنا نلتزم بالمعايير دور الدوله كشرطه وكجهه تنفيذيه انها تنفذ القانون حمايه لان الموضوع اللي احنا فيه ده يا جماعه امن قومي
موضوع صعب. روح المواطن ده أمن قومي، لو فردية ممكن نتعامل مع الموضوع بشكل فردي. أيوة. لكن ده موضوع جماعي، هي عاملة زي الشبكة، عارفة حضرتك لما الأمريكان بيشتغلوا على حاجة التسويق الغير مباشر اللي هو أجيب حضرتك فحضرتك بتاخدي بونص على الموضوع ده، فلو جبت واحد بتاخدي لنفسك بونص على كمان عليه، وهو لو جاب واحد حضرتك بتاخدي بونص على ده وعلى ده. هو عامل زي الشبكة. أيوة. يعني الكورونا دي بقت عاملة زي الشبكة. ده ممكن في دول حصل كده، يعني في دول زي ايطاليا، زي مش عارف ايه، فلت زمام الامور. احنا لحد دلوقتي على الاقل مسيطرين على الموضوع. المشاكل اللي بتواجه الدوله هي الالتزام، هي المعايير. اقعد في بيتك، انا ارجوك اقعد في بيتك، ميرسي وشكرا ليك لو قعدت في بيتك، انا ما اقدرش اقول له اكتر من كده. ايوه يعني ما انت لو ما قعدتش في بيتك انا مش هضربك بالنبض، هضطر ان انا مش بس هقول لحضرتك حاجه. ما حضرتك تقول لي يقعد في بيتك، في بعض الناس عايزه تقعد في البيت ولكن مرتبتها مش، طب في فاصل معنا اتصال تليفوني. ايوه المستشار احمد عارف. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ المستشار؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ايه اخبارك؟ ايه والله يا استاذ المستشار، يعني احنا سعداء جدا باتصال حضرتك معانا، وحابين حضرتك تكلمنا يعني شويه كده عن الاخطار اللي احنا فيها، وازاي احنا نتجنب المشاكل الموجوده بالنسبه للحظر وبالنسبه لحاجات كتيره جدا خاصه بموضوع كورونا. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك، واهلا وسهلا بالدكتور باسم و اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. دي المداخله رقم 2 بالنسبه لي. انا سعيد جدا من الحلقه الاولى. الحمد لله ان الدوله واخده يعني خطه احترازيه بالنسبه للوباء الكورونا. واحنا كمان برضو ان شاء الله يعني بنناشد الشعب كله ان شاء الله ان هو يلتزم بالتعليمات، لان الموضوع يا جماعه خطير. وزي ما حضرتك سالتيني قبل كده في الحلقه السابقه قلت لي ان احنا عايزين نوجه كلمه للشعب فنطمنه، فما كانش ينفع نطمنه لان الموضوع فعلا خطير. ولكن الحمد لله من الحلقه السابقه لحد دلوقتي الامور بقت طيبه، واحنا الحمد لله ماشيين في خطوات كويسه، وان شاء الله الامور طيبه باذن الله. طب دي حاجه جميله، يعني الحمد لله ان احنا بنطمن برضو الشعب بان الكورونا يعني بدات امور تهدى، ويعني نخلي نفوسهم هاديه شويه، لكل مضطرب وكل قلقان بالنسبه للخطر كورونا ده على الشعب كله. يعني انا ممكن اعمل دور المذيع دلوقتي واسال سياده المستشار حاجه بعد اذنك. اتفضل يا دكتور. سياده المستشار، بالنسبه للمشكله اللي مثاره حاليا ان الموظفين بعض من القطاع الخاص بيقول للموظف ان 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 انت لو ما جيتش هتتفصل او هيتخصم الراتب بتاعك او حاجه زي كده، يعني ناخد الموضوع بشكل رساله، حضرتك تقول لنا ايه؟ والله بص يا دكتور، هو دلوقتي بالنسبه للعبور وبدر والعشر من رمضان فيها مصانع قطاع خاص كتير، جالنا اكتر من اتصال تليفوني واكتر من رسائل اس ام اس على الجريده ان العمال بيشتكوا، بيقولوا ان صحاب المصانع بيقولوا لو انتوا غبتوا احنا هنخصم عليكم او هنفصلكم او حاجه زي كده. فانا بقول المفروض ان الشركات ديت، انا بناشدهم من المنبر بتاع البرنامج بتاعكم ومن قناه ومن جريده اعمال حره، بنقول لهم المفروض ان احنا يكون في وطنيه شويه يا جماعه. ما يصحش ان اللي بيتعمل دلوقتي، لان ده هيضر الجميع. فما فيش مشكله ان احنا يعني لو حتى هتديله نص اجر بس ان هو يقعد في بيته، لان دي مبادره يا جماعه للدوله كلها. فانا مش عارف بصراحه. فهو ده الموضوع، ده الموضوع ده يا جماعه خطير، واحنا واخدين مده. يعني المفروض ان احنا ان شاء الله في نص 10 في نص 4 يكون الموضوع ده، الوباء ده انتهى بسلام ونرجع لشغلنا تاني. انا شايف كده
يعني مش عارف يعني. يعني حضرتك شايف ان باذن الله ممكن في فتره يعني قريبه يعني موضوعنا كلنا الدوله يعني مش مقصره في حاجه وعملت حاجات، المفروض القطاع الخاص يعني يتحمل برضو المسؤوليه يعني معانا شويه. احنا الناس يا استاذ المستشار ان احنا يعني برضو صوتنا يوصل لسياده الرئيس وللحكومه ان هم يبقى يعني يدوا يعني يدوا اه يعني يديهم ايوه يدوا له يدوا مثلا الشركات دي زي ما عطوا لجميع الادارات وجميع الجامعات أيوة. وجميع كل حاجه يدوا لهم برضو اذن ان هم يراعوا العمال ويدوهم حتى نص الاجر زي ما حضرتك قلت. دي فكره جميله جدا لان في فعلا ناس كتير جدا زي ما حضرتك بتقول بيتصلوا على حضرتك وبيتواصلوا معاك فعلا مؤذيين جدا من الموضوع دوت ومش عارفين حتى يقعدوا، ويمكن اكتر من اسره بتقول طب ما رب الاسره بينزل وهو بيتعرض ممكن يتعرض لحاجه ويجي ينقل اي حاجه عندي في اسرتي يعني. ما هو ده كلام مظبوط يعني. فياريت حضرتك تناشد معانا الطلب ده. شكرا للمداخله الجميله. متشكره يا فندم. متشكره يا فندم. متشكره. شكرا. طبعا المداخله كانت جميله جدا وحضرتك طبعا. طيب معانا الدكتوره، معانا مداخله ثانيه الدكتوره ايمان. الو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيك يا فندم. تحياتي ليكي وتحياتي لاسره البرنامج وتحياتي ليكي طبعا للاستاذ باسم على المجهود الجبار اللي بيعمله. الله يخليك يا فندم. شكرا. احب بس اتوجه بحاجه انه دايما بنقول للمشاهدين والمتابعين الكرام برجاء الالتزام بالتعليمات، الالتزام طبعا بمواعيد الحظر، عدم التجمعات، دايما نحرص يا جماعه على استعمال الكمامه، دايما نحرص انه بتكون ايدنا نظيفه بالميه والصابون او بالميه والكحول، وده طبعا بنوجه الشكر لرئيسنا وقواتنا المسلحه والجيش المصري انه متوفر الوقت في المنافذ البيع باسعار رمزيه جدا. أي. بعيد عن الاحتكار للسوق. احب برضو اقول حاجه، ابعدوا عن الاماكن المزدحمه. اخر حاجه احب اختم بيها المداخله انه في ملخص مؤتمر الصحه العالميه، يمكن هسيب ده بقى الاستاذ باسم ياكد النقطه دي، انه ما جاء في مصر لديها طبعا فرص ذهبيه للتحكم في مرض الكورونا والقضاء عليه، واهم نقطه قالوها انه مصر بتقدم الرعايه الصحيه اللازمه للاجئين على اراضيها. طيب. يعني دي نقطة مهمة جدا، اللاجئين الموجودين اللي ما عندهمش بلد ان احنا نرجعهم تاني ليها، لا احنا بنعاملهم زيهم زي المواطنين المصريين وبنحافظ على صحتهم وبنقدم خدمات ليهم. واخيرا طبعا يجب استقاء المعلومات التوعوية من مصادرها الرسمية، ودي كان الحاجات كلها اللي ناقشوها النهاردة في ملخص مؤتمر الصحة العالمي. طب حضرتك يعني ممكن تطمنينا برضو ان يعني او تطمني الجمهور كله ان موضوع كورونا ده يعني قرب ينتهي فعلا وان الناس تهدى ونفوسها تهدى شويه، لان كله قلقان يعني عنده قلق جامد يعني، لان في السوشيال ميديا عامله لنا مشكله كبيره بتقول حالات بتزيد وحالات بقى عددها قد كده، وهنا في دمياط وفي بورسعيد وفي اسكندريه بقى اصبح الموضوع في جو قلق، وصلنا ل 700 وصلنا ل 500 كل يوم في كلام كتير. ف عايزين بس يعني حاجه موثوق منها نطمن بيها الجمهور بتاعنا يعني. نتمنى لحضرتك زميلتي طبعا العزيزه، احب اكد للمره الثانيه انه بالتزامنا للتعليمات اللي بتصدر من وزاره الصحه والمعلومات دايما بناخدها من المصدر الموثوق وليس وسائل السوشيال ميديا، لانه للاسف بتصدر ارقام ليس لها علاقه طبعا بالصحه تماما. الارقام طبعا يمكن احنا بنقول ان ده اليوم السادس وانه خلاص داخلين انه بالظبط اذا التزمنا في الفتره اللي جايه اللي بتحددها برضو الوزاره ان شاء الله هيقل طبعا فرصه انه يكون في اصابات او انه اعدادنا تتزاد في الكورونا. ولحد دلوقتي انا لسه قايله انه ملخص مؤتمر الصحه العالمي جه النهارده وقال انه مصر لديها نظام ترصد وبائي قوي وثلاثيه التعامل مع المرضى من خلال طبعا الرصد والتحليل، وده لازم مش هيتم الا بالتعاون مع الشعب مع الحكومه مع الاجهزه المنوطه، ودايما بنقول انه اي حاله انت شاكك فيها بيتم طبعا التبليغ عنها فورا علشان ده الوقت اللي احنا لازم كلنا بتبقى ايدنا في ايد بعض. متشكرة جدا يا دكتورة على ذوق حضرتك ومتشكرة جدا على كلامك. ألف شكر يا دكتورة. كلمة بقى حضرتك تقولها لنا كده، رسالة كده بالنسبة للشعب كله من ناحية السلبيات والإيجابيات لينا. بصي، هو أنا طبعا موضوع إن منظمة الصحة العالمية النهاردة أشارت بمصر ده برضو يدينا جزء من لازم احنا نبقى ايجابيين اكتر. يعني لازم نفتخر بمصريتنا. لازم نقول ان احنا شعب فعلا شعب قادر على تحمل المحنه وقادر يعني حتى لو رساله دينيه
ورسالة إنسانية، هو ده ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. يعني ده قدر من قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. يمكن رسالة للعالم في الإنسانية، رسالة إن إحنا نرجع للدين، ويدرككم الموت حتى لو كنتم في بروج مشيدة. صح ولا غلط؟ يعني انت خايف تموت، طب انت حتى انت ممكن حتى كأب عايز تفدي اولادك، ما انت ممكن تموت وتضرهم برضو. أيوة يعني انت فاهمة ازاي؟ هو موضوع مرتبط كله ببعضه. فهو رسالة للمواطن. اذا كانت الدولة بنسبة 80% بنسبة، هنقول نسبة 80%، وانت عندك كمواطن 20%، ده ال 20% دول يعني مهمين جدا. مهمين، مش هنقدر نكمل النسبة الكبيرة الا يعني. انا بقول والله بجد شابوه لخطوط الدفاع. انا بعتبر ان دي معركة وعي زي الحرب بالظبط. التكنولوجيا اللي جاية او الوقت اللي جاي بالنسبة للحروب، واخد بال حضرتك؟ أيوة. الفيروسات ومش عارف ايه والكلام ده كله. أيوة. وعايز اقول لك ان الرئيس عبد الفتاح السيسي برضو، في ناس مش عارف عارفه ولا لا، عمل مستشفيات للفيروس. ده الكلام ده في الخطه اللي جايه. لا ده قبل، ده موجوده، ده دي كانت مجهزه من الاول. دي كانت مجهزه. يعني عندنا رئيس واعي جدا جدا. وعلى فكره عايز اقول له حاجه، الشعب المصري بيحبك والله يكون في عونك. ده الواحد لما بيكون رئيس مركب وعنده 100 يقول لك انا معايا ارواح. ايوه ما بالك الرئيس عبد الفتاح السيسي معاه 100 مليون مواطن. احنا شفنا رئيس حاطينه في قفص كده وقاعد مع الوزراء بتاعته. عندنا رئيس طلع بنفسه وبدون كمامه وبدون اي حاجه، طلع عرض نفسه لمخاطر كتير. اي حد يخاف على نفسه. هو المواطن بس يخاف على نفسه فعلا. طب هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى مواطن طبعا. صح ولا غلط؟ ايوه. احنا فوضناه عشان هو يحب الشعب فعلا. صح. الحمل كبير، الحمل كبير عليه وعلى الوزراء، وفي سلبيات وفي ايجابيات وفي، لكن هو ما بيخسرش. لما بيصحى بيطلع سلبيات هو ما بيأثرش. وعلى فكره ما فيش حد مقصر يعني في موقف، صدقيني في الموقف الخاص انت قضيتي ده، انت كنت بتعالجي الاجانب بعد فيروس سي. تمام. ال- 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 اللاجئين عندنا هنا في مصر بيتعاملوا معاملة المصري. يا جماعة احنا هنا في إطار إنساني بحت، ليس له علاقة بالديانات في العام. لا احنا كلنا يعني بحت. لو انحصرنا انا وحضرتك او ثلاثة موجودين، مسيحي ومسلم ويهودي، فربنا حصركم مع بعض. صح. حتى اللي ملوش دين يعني، حتى اللي ما عندوش عقيده او بيتبع اي ملل تانية. أيوة. واخد بالك؟ أيوة. لازم يكون هنا التعامل الانساني. يمكن تكون رساله للعالم. رساله للعالم. الحروب، كثره الهرج والمرج. في حاجات كتير من علامات، رساله من ربنا سبحانه وتعالى بيفوقنا. تمام. يمكن ربنا ما كان ربنا، ما انا قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت، ما كان ممكن احنا بنتكلم الحق يا اما بتقوم. صح. خلاص خلصت. صح. خلاص انت بقى في امام امر واقع. لكن دي من ضمن كل الرسائل، الانسان بيراجع نفسه الدينيه من خلال ربنا سبحانه وتعالى يعني. تمام. يعني ده قدر بيحصل لنا اكيد. ربنا سبحانه وتعالى يعني عارف يعني ورحيم بينا، ان ربنا سبحانه وتعالى بيتلكأ للعبد. ايوه ربنا صفته التلكؤ للعبد. يعني ربنا بصي بينزل لك ويقول لك مش عارف ايه والاخر لحظه يعني. حتى في العمر الباقي للانسان سهل جدا ان هو يرجع ويبقى ليه مرجعيه. انت واخد بالك؟ ده رحمه ربنا بقى واسعه، ورحمه ربنا بينا كبيره جدا. طبعا احنا سعدنا جدا بحضرتك. موضوع السوشيال ميديا لازم اتكلم فيه، معلش انا اسف. طبعا لا اتفضل حضرتك. السوشيال ميديا يا جماعه، يا ريت بدل التيك توك اللي احنا عمالين نسمع عنه، بدل الكلام اللي احنا عمالين نمرره ونوصل اشاعات، ارجعوا زي ما الدكتوره ايمان وسياده المستشار، نرجع للمرجعيه بتاعتنا المعنية. تمام. انت عندك خطوط اولى، قلنا دي حرب. عندك خطوط اولى، عندك الدكتور وعندك الممرض وعندك التمرجي وعندك مش عارف العامل النظافة في المستشفى. دول جنود وعارفين ما ممكن يمتنع ويقعد. هيقعد فين؟ ده بيقولك انا لها. بيقولك انا لها، حتى لو حصل لي حاجة انا لها. أيوة. لان ده عند ربنا انه ادى العمل. العمل ده زي 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 العقيدة، زي التمسك بالدين. احنا على فكرة من 40 سنة شعب السويس اتحاصر 100 يوم. فعملوا اكتفاء ذاتي وكان المواطن بياخد رغيفين عيش في الاسبوع. أيوة. وعلبة سلمون وبتاع ومش عارف ايه وعملوا اكتفاء، وكانوا يقدروا يقعدوا اكتر من كده. حصلوا نفسهم قدروا يعدوا المحنة دي وانتشرت. أيوة. الامراض. وابتدوا واخد بالك؟ الشعب المصري بعد ما طلع الحصار كان في عربيات في العباسية، مصريين عربيات عشان تروح للسويس.
ابتدوا يحطوا لحوم ويحط لهم خضار ويحط لهم مش عارف ايه. سقوط السويس اياميها يعني سقوط مصر. أيوة. في الوقت ده يعني لو كانت مدينه السويس سقطت كانت مصر كلها سقطت. يعني احنا في مركب كلنا لوحدنا, مركب واحده, واحنا بنقول ان كلنا يد واحده. في مليون مواطن لا نقبل الضرر لاحب الناس ولا حتى اعداء الناس. بالظبط كده. انا عن نفسي انا مسامح هدول. احنا في محنه كلنا يد واحده, ما فيش فرق ما بين اي حد في اختلاف ديانات, في اختلاف اي شيء, كله يد واحده. ويبقى يمكن دي علامه من علامات ربنا سبحانه وتعالى ان بتخلينا كلنا نفوق لنفسنا ونرجع لحاجات كتير جدا, وتبقى كلنا مع بعض ونعدي لهذه المرحله بخير وسلام. بس انا مش عايز بس الناس تتحامل على الحكومه, لاني والله هي الحكومه مش مقصره. لا هي مش, انا مش جاي, انا بص اقول لحضرتك, هي مش بتتحامل عشان بس احنا نتكلم في 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 في, في, في كلام صحيح. تمام, ماشي يا فندم. احنا مش جايين نعمل برنامج او مش جايين نطلع في برنامج, او حضرتك مش جايه تقدمي برنامج عشان تقولي الدوله برافو. لا لا طبعا, هي الدوله ما بتعملش, الدوله مش برافو. احنا بقول لا لا لا, ماشي يا فندم. يعني وبعدين دور الجندي اللي في الشارع, دور ضابط الشرطه اللي في الشارع, يا جماعه ما هم معرضين, هم مش معرضين. واحنا بندعي ربنا ان هو ينجدنا, وكلنا ربنا يعديه على خير ونعدي المحنه دي على خير باذن الله. واشكر حضرتك وعلى حسن لقائك, وشكرا يا فندم, والى لقاء اعزائي المشاهدين في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم.